واهلا وسهلا بكم مجددا في يوم جديد. راح نتحدث الان عن يعني معرض عمان الدولي للكتاب ودورته الثالثه والعشرين، وراح نتحدث اليوم قديش كل دورة هي مميزة، كل دورة فيها ضيف بيكون لها لهذا المعرض، وأيضا المشاركات العربية والأجنبية، وأيضا نوعية الكتب الموجودة والاهتمام دائم في إقامة هذا المعرض. راح يكون معنا الأستاذ عاقل الخوالدة مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة، وأيضا المهندسة جولنار أحمد الهواري مديرة دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى. أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا. صباح. أهلا وسهلا بكم، شرفتونا. صباح الخير. يا هلا فيكم. يعني بالبداية أستاذ عاقل، اليوم تحدث عن دور وزارة الثقافة، اليوم نشوف الاحتفال باليوبيل الفضي و 25 عام على تسلم جلالة الملك سلطات الدستورية، اليوم هناك فعاليات ثقافية كثيرة. اليوم علاقة هذا المعرض بهذا الإنجاز، أو تحدث عن السردية الثقافية بهذا الموضوع. يا سيدي، بداية سعيدين جدا أن نطل من خلال برنامجكم على وطننا الحبيب، وهي نافذة ثقافية إضافية يتم يعني إطلاع مجتمعنا في الشمال والجنوب والوسط على كل نشاطاتنا. وكما تعلم وزارة الثقافة اليوم كجزء من هذا التناغم الوطني الكبير، يعني مساحة الفرح الواسعة بمناسبة اليوبيل الفضي، كل ما يتم إنجازه يعني هو بالنهاية يدرج ضمن هذه الاحتفالية الكبيرة. والسردية الوطنية التي تم يعني عرضها في مركز ثقافي عجلون يوم أمس أثناء زيارة مولاي صاحب الجلالة للمحافظة تحمل تجربة ثقافية تعنى بتعريف الأجيال على المنجز الثقافي والحضاري، على قصة الإنسان الأردني وتفاعله مع المكان، وعلى المنجز الذي يعني هو اليوم نتحدث عن دولة قائمة على التسامح، قبول الآخر، وعلى التنوع والتعدد. يعني هناك رؤية عامة لموضوع السردية الوطنية بأنها حاضرة في أذهان الأردنيين، وهي أيضا وثيقة نقدمها للأجيال القادمة. وزارة الثقافة بالنسبة لمعرض عمان الكتاب كما تعلم مشاركة وداعمة رئيسي في هذا الموضوع، والحضور يعني لا يتجاوز موضوع أن نكون نعرض الكتاب للشراء أو للبيع، لكن هو موضوع أيضا يحمل قيمة فكرية واسعة وعميقة، يحمل يعني رسالة كم نحن وصلنا في موضوع تسويق الثقافة، العمل على تسويق المنجز الثقافي وعرضه ليس فقط محليا، وإنما نتحدث عن دور نشر عربية وعالمية مشاركة أيضا. وهذه فرصة لموسم ثقافي ثابت ينظر له العالم بأهمية. نأمل أنه أيضا من خلال الإعلام يتم تسليط الضوء على هذا المنجز، ومعا في سبيل أكيد. هذا المنجز أكيد. مهندسة جولنار، نتحدث اليوم عن الدور اللي تلعبه أمانة عمان في إنجاح هذا المعرض اللي يقام بشكل سنوي، وأهمية أيضا دوركم وتعاونكم مع اتحاد الكتاب والناشرين أيضا الأردنيين. يسعد صباحكم أولاً، ويسعد صباح مدينتنا الجميلة عمان. أمانة عمان تلعب دور كشريك استراتيجي مهم في معرض عمان الدولي للكتاب في دورة الثالثة والعشرين وبالدورات السابقة، حيث يكون الدعم من بداية مراحل التحضيرية للمعرض حتى تاريخ انعقاده وانتهائه، وخلال ذلك نقوم أيضا بمشاركة بعدة فعاليات، ويأتي أيضا نقوم بالدعم اللوجستي في المعرض من حيث تأمين الجسور لوضع يافطات الإعلان المعرض، وبالإضافة للإعلانات الدعائية الخاصة بالمعرض، وتأمين موظفين خلال انعقاد فترة المعرض. بالإضافة إلى الجناح الخاص في أمانة عمان الكبرى. جميل. أستاذ عاقل، اسمح لي، اليوم بنشوف التبادل الثقافي الأردني مع الكثير من الدول العربية والأجنبية، ونشاهد بعض المهرجانات المعارض اللي يكون فيها تبادل ثقافي، وأيضا نعكس ثقافتنا وأيضا تراثنا المربوط بهذه الثقافة إلى دول أخرى. لكن اليوم تحدث عن العلاقات الأردنية الجزائرية للتبادل الثقافي. يعني احنا انطلقنا من معرض عمان بخصوص كون الجزائر هي ضيف شرف للمعرض لهذا العام. كما تعلم ضيف الشرف هي يعني حالة تكريمية تتبادلها الدول، وفرصة أن يعني نربط نشد وثاق هذه العلاقات. العلاقات الأردنية الجزائرية كما تعلم الأردن دولة يعني منفتحة، و يعني علاقاتها مع العالم وثيقة جدا مبنية على التسامح والمحبة والسلام دائما.
وكشقيقة الجزائر دولة شقيقة أيضا. هناك منذ عام 1979 اتفاقية تعاون بين البلدين، تفعيلها في الجانب الثقافي يعني مستمر وعميق، خاصة في مجال التبادل التعليمي. يعني لدينا ما لا يقل عن 700 طالب أردني يدرسون في الجزائر تخصصات الطب، أغلبها في تخصصات الطب. وبالمقابل أيضا لدينا تبادل ثقافي وتعليمي مع الأردن من خلال الجزائر بما لا يقل عن 400 طالب جزائري في جامعاتنا الأردنية. هذه فرصة تلاقي من خلال المؤسسة التعليمية. وكما تعلم ثقافة تعزز مسألة التعليم وتبني أيضا جسور المحبة والتواصل والتقارب بين الدول. احنا نستضيف في كل عام من خلال فعالياتنا ضيوف على مستوى عالي من الثقافة في مجال الأدب والفنون من الجزائر، وأيضا في المقابل تقام أيام ثقافية أردنية في الجزائر من خلال طبعا العلاقات الدبلوماسية ومن خلال اتفاقياتنا القائمة بين بعض. أنا أستذكر في عام 22 تم استضافة أسبوع ثقافي جزائري في عمان وفي إربد أيضا، وهذا تخلل استضافة مجموعة من الشعراء والكتاب والأدباء من الجزائر بمرافقة أيضا كتاب وأدباء. ماذا يعكس على الثقافة الأردنية؟ فرصة أن نطلع على تجارب الآخرين في مجال الثقافة، وإلى وصل الآخرون من حولنا. كما تعلم هي تجارب عربية بالنهاية، وفرصة أن تكون هذه التجارب تثري تجربتنا هي فرصة متاحة. بالمقابل نحن أيضا لدينا في هذا البلد مخزون كبير ثقافي وفكري مبني على البعد الحضاري لوطننا ومحبة الناس، وأيضا محبة الإنسان الأردني لوطنه. كم لدينا كتاب وأدباء وشعراء وفنانين. هذه فرصة اللقاء العربي العربي، فرصة أيضا لتسويق منتجنا الثقافي في وطننا. مهندس جولنار، نتحدث اليوم عن يعني مشاركة وزارة الثقافة بإصداراتها ومنشوراتها في معرض عمان الدولي للكتاب، وأيضا نتحدث كمان عن مشاركة أمانة عمان الكبرى بإصداراتها ومنشوراتها في معرض عمان الدولي للكتاب، وفي إذا كان هناك أيضا عناوين مهمة تم التركيز عليها. بالنسبة لمشاركة أمانة عمان الكبرى تتم من خلال دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى، ونحن نعمل تحت إطار تنمية الثقافة وثقافة المجتمع مجتمع عمان، وشراكات مع دور نشر محلية وعربية وعالمية، حيث سنقوم بخلال المعرض يوجد جناح خاص لأمانة عمان الكبرى تمثله بدائرة المكتبات العامة، يتم فيها عرض منشورات من وكتب ومنشورات من قبل أمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى توزيع 1700 نسخة من عناوين كتب قمنا بنشرها أيضا تحت 64 عنوان، منهم 14 عنوان تخص الطفولة، كتب طفولة، بالإضافة إلى حقول أخرى مثل التربية والأسرة، الأدب والفنون، الجغرافيا، التاريخ، والمذكرات الوطنية. نشارك فيها في جناح المكتبات، وكما أسلفت سابقا بضاف إلى توزيع 1700 كتاب. كل ذلك يأتي من منطلق شراكتنا وسعينا لتنمية الثقافة والشراكات مع مؤسسات على الصعيد الوطني والمحلي. أستاذ عاقل، اسمح لي اليوم نتحدث عن الحضور الثقافي الأردني تحديدا على المستوى العربي، واليوم ونخصص أكثر على تبادل ثقافي بين الأردن وتونس. أيضا هناك تبادل ثقافي كبير جدا في سنوات ماضية، وأيضا أكيد هناك خطط مستقبلية. يعني هو بالمناسبة أنا عدت من تونس قبل أسبوع للمشاركة ب يعني حلقة نقاشية قامتها منظمة التربية والثقافة والعلوم الإكسو. كما تعلم هذه المنظمة الأردن من أكثر الدول الناشطة في مجال التبادل والتعاون العربي في مجال التربية والثقافة والعلوم، وتونس تحتضن هذه المنظمة، مقرها في تونس. وللأمانة نحن كأردنيين نجد الاحترام والتقدير العالي جدا من أشقائنا العرب، ينظرون الأردن بأنه دولة المحبة ودولة الوسطية الجامعة للأخوة العرب دائما والموئل لكل الأشقاء العرب. فالحضور الأردني دائما حضور قوي في كل الحقول في كل المجالات. كان هناك مشاركة من وزارة الثقافة في السوق العربي المشترك، مشروع السوق العربي المشترك، وكانت مشاركة فاعلة جدا. كان لدينا مشاركة في
المنجز في مجال التراث، أيضا شارك زملائنا في ندوة وقيمت وورشة وقيمت بمجال التراث. تم إطلاع أشقائنا العرب على تجربتنا الرائدة في توثيق التراث الأردني، وجدت احتراما، وأيضا تم يعني مخاطبتنا لأجل الاستفادة من تجاربنا في هذا المجال. على الصعيد مشاركتي كانت في مجال أيضا توثيق الذاكرة الوطنية من خلال الكتابات القديمة والنقوش الموجودة في وطننا الحبيب. كانت حلقة مهمة جدا، وينظر الأردن بأنه أيضا في موقع الجغرافي والسياسي، واهتمامه اليوم حكومة اليوم اهتمامه بمنجز الحضاري، ينظر أنه هناك تجربة أردنية رائدة يمكن أن تستفيد منها الدول العربية الشقيقة. فهذه نظرة يعني تعزز ثقتنا بأنفسنا واحترامنا لمنجزنا. لا نغفل أيضا دور الإعلام، يعني على مستوى برنامجكم الذي أطلينا من خلاله عدة مرات من أجل توثيق هذا واجب أكيد وطني. مكانة الأردن في الوطن العربي وفي العالم مكانة مرموقة ولها الاحترام والتقدير. نعم. مهندس جولنار، إذا كان في هناك أنشطة راح تقوم فيها أمانة عمان من خلال هذا المعرض تحكي لنا عنهم. بالإضافة للجناح الخاص يتم في عرض كتب ومنشورات الأمانة، نقوم بعمل نسقنا برنامج ثقافي هادف، نقوم فيه بتقديم بعض النشاطات الثقافية، تركيز كان على الأطفال أكثر عن طريق مسرح الدمى والرسم بالنباتات وبعض المسابقات الثقافية، وحرصنا أن يكون الموضوع يتجه بتنمية الثقافة وتنمية ثقافة القراءة عند الأطفال، ولتشجيعهم على التوجه إلى المكتبات العامة والخاصة، ونحاول الحد من العزوف عن القراءة الكتب الورقية. فإن شاء الله سننجح في هذا. رتبنا هذه الفعاليات في البرنامج الثقافي على طول أيام المعرض، وبالإضافة لذلك لا أريد أن أنسى أن حفل توقيع 4 كتب من منشورات الأمانة سيحضر المؤلفين في نفس جناح أمانة عمان الكبرى. نعم. دائرة المكتبات. مهندسة اسمحي لي بس سريعا، احنا زي ما بنعرف نقول اليوم بنحكي عن أمانة عمان الكبرى، قلت اليوم دورها خدماتي بحت، لكن اليوم هناك أنشطة ثقافية موجودة من خلال الدائرة الثقافية في أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع دائرة المكتبات الموجودة في أمانة عمان الكبرى، هناك هذا التنوع اليوم ما بين التعاون مع المواطنين وأيضا تقديم الخدمات الثقافية في كافة المحافظات في كافة المناطق عمان، عفوا نتحدث عن 22 منطقة، هناك اهتمام كبير بالجانب الثقافي لمناطق عمان. أكيد هلأ أمانة عمان الكبرى فيها 6 قطاعات، من ضمنها قطاع التنمية المجتمعية الذي يعمل على 4 محاور، هي الرياضية والثقافية والاجتماعية ومحور الدراسات، وهذه القطاعات تعمل جميعها في تحت مظلة إدارة أمانة عمان الكبرى، فهنالك توازي في عمل هذه القطاعات. قطاع التنمية المجتمعية له دور كبير في تعزيز تنمية الثقافة واستدامتها، نحن نسعى للاستدامة. هنالك عديد من المراكز الاجتماعية المنتشرة في 22 منطقة في أمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى المرافق الرياضية التي نقوم بإدارتها، بالإضافة إلى مديرية الثقافة والمكتبات. عمان يوجد فيها بالإضافة إلى المكتبة المركزية الموجودة في وسط البلد، والتي تتميز بموقع أثري وجميل جدا قريب إلى قلوبنا جميعا، يوجد 31 مكتبة فرعية متوزعة في مناطق عمان تقوم بخدمات كثيرة، وبالإضافة إلى الكتب وبالإضافة إلى توزيع عدد كبير، نحن نوزع يعني بالمجان تقريبا 50,000 كتاب يتعدى ذلك كل سنة، نحاول أن تزيد هذه الأعداد ليس فقط على مناطق عمان بل أيضا في المحافظات. كذلك نقوم بالمشاركة بفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية، بالإضافة إلى دعم المبادرات. فنحن شعارنا في دائرة المكتبات العامة قارئ اليوم هو قائد المستقبل. صحيح. وهذا ما نسعى له إن شاء الله. يعني بدنا نشكركم جزيل الشكر، يعني الأستاذ يعني عاقل الخوالدة مدير مديرية التراث، والمهندسة جولنار الهواري مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى. شكرا جزيلا، وجهد مهم جدا للأمانة معرض عمان الدولي للكتاب. شكرا جزيلا. شكرا. نتشرف فيكم دائما.